من آليات النجاح هو أن تقاوم ما تكره لتصل لما تحب. فالثقة لا تأتي من النجاحات وتكرارها، الثقة تأتي من مواجهة التحديات والصعاب والتغلب عليها ومن ثم النجاحات. إذا تعلمت من خطايا الأمس، إذا تعلمت من مشاكل الأمس، إذا تعلمت من صعوبات الأمس، فاجعل ما تعلمت عمل وليس أمنيات، فأنت اليوم ليس ما كنت عليه الأمس.